برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس جلسته العادية العاشرة من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ووافق خلالها على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء نيابة مخصصة بجرائم الأموال العامة المقدم بتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وخلال الجلسة شهدت مناقشة عدد من المشاريع والمقترحات والأسئلة. استعراض المجلس رد معالي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم من سعادة النائب أحمد محمد العامر حول استثمار مجلس الولاية على أموال القاصرين مع شركة سيكو. وعلى صعيد متصل وافق المجلس على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تخصيص وحدات سكنية للاعبي منتخب البحرين الوطني الذين أحرزوا بطولة كأس الخليج العربي، وقرر المجلس إحالة المقترح إلى الحكومة الموقرة. ناقش اليوم مجلس النواب في جدول الأعمال اقتراح بقانون يتعلق في إنشاء نيابة عامة متخصصة في جرائم الأموال العامة. بالطبع اليوم النيابة العامة كاختصاص هي من تحرك وتباشر الدعوة الجنائية، أو كما يقال في الفقه الجنائي هي الأمينة على الدعوة الجنائية. ولكن اليوم المؤسسات الدولة تتطور من خلال المرافق العامة وتذهب إلى تطوير مؤسساتها وأجهزتها، فإحنا اليوم مع التخصيص، وهذا راح يساهم بشكل كبير في محاربة الفساد. احنا طبعا اليوم قدمنا السؤال حق معالي وزير العدل الشيخ خالد بالنسبة حق هذا السؤال، كان الاستفسار عن الاستثمارات في أموال قاصرين. طبعا كان الاستثمارات في أكثر من جانب، هناك سلة من الاستثمارات اللي تقدمت من خلال الموافقة عليها من مجلس الوصاية على أموال قاصرين. طبعا الهدف منه الاطمئنان على الاستثمارات بحيث أنها تستثمر في المكان الصحيح وأنها تكون هي بعيدة عن المخاطر. من واجبنا احنا كمجلس نواب الاستفسار عن استثمارات الحكومة سواء في مجلس أموال قاصرين وحتى الاستثمارات اللي تكون في أكثر من جهاز حكومي، وإحنا متجهين حق الاستفسار والسؤال واستخدام أدواتنا الدستورية لاطمئنان أن الاستثمارات تكون صحيحة في الأجهزة الحكومية.